يا ستي هلا ابو احمد ما في منه. ايه والله ما في منه. وعاد شو رايك نروح نسهر عنده؟ ما صدقتي جبنا السيره يصير بدك تعملي زيارات. لك انت بتنقبري بتقعدي هون بالبيت اللي مثلك ما لازم تطلع برات البيت بنوب. جبك خرستي احكي وليك ما بعرف شو اقول شو بدك يعني اقول. بكره جهزي لي حالك مشان نروح على هذا المركز تبع النبي. لك انا شو عامل لربي لحتى الله بلعني فيكي فهميني. اه بتطلع بلاقي النسوان بطلع لحلقها ما في غير بزتر ولا دور الثاني. وانت حضرتك بتروحي لي زيارات لا بي لانه شكله كتير في نسوان مثل حكايتك ما بتخلف. لقيتنا هدي معك حق عسى جايبتي لي 7 صبيان وبتعمل على الطريق والأحلى يشوفنا حدا بيعرفنا هلا. لا تاكل هم ليش ما حدا بيعرفنا غير أهل الحارة. ولك أنا تردي مهم لك بس لو ما كنا هو كنت عبيت لي التمي التمي. يعني زوجك عم صبر شوي أول مرة بتجي لها. هاي سابع مرة بعمل فيها طفل أنبوب وما بيمشي الحال. حطينا اللي فوقنا واللي تحتنا. زوجي رح يطلقني الله يجيرني. سمعت عم يساوي هيك حسد من شان يلموا مصاري. لا الله يخليك وائل اجينا واجينا خلينا نستنى شوي تاني. انا طالع ابرص اقوي شيء. يا ربي تتلطف فينا. سمعت لك امبارح السمعه شو في وحده ماتت هون. قال الدكتور حاطط لها نطف قبل ما يعملها فحوصات بالشهر الخامس. ماتت قلبها ما تحمل عمرها فوق 45 سنه. قديش عمرك انت؟ يعني فوق 35 يعني في خطر؟ كله مقدر مكتوب. دايلي يمشي الحال واخلص هالمرة. ان شاء الله يا رب يمشي حالك وحالي يرزقنا الخلف الصالح. امين. يا ستي كل ما صارت هالشغلة بحس بحالي رجعت صبية. من يوم هالشاي عبطلت تجيني وانا على هالحال. شبك ولك اشوف وشك احمر واخضر ولا كأنك متجوزة. الهام انت مو معقول كيف بتحكي مثل هالعالم ما يحجون. هلا قليلي وين صار معك مبارح؟ اسكتي طلعت الشغلة ما لها سهلة بنوب. طلعت بدك تساوي تحاليل بالأول ليشوفه الدكتور بعدين أدوية لمدة 15 يوم بعدين بصير زرع النطفة. فقلي خير إن شاء الله. بس شفت وحدة هنيك يا حرام عاملتها 5 مرات وما زبطت. عم جوزها تجوز عليها. الله عين هالحرمة شو بيكركع فيها الزمان. تلاقيه هو اللي ما يخلف زي فضيلة اللي عندك. مرحبا أم رحمان. أهلين ناولينا ظرف قهوة. يلا هات يسلم. دقيقة تعال امسك. الله يعطيك العافية. أهلين. ولي على قامتي ولي على قامتي. سمع الحكي اللي كنا عم نحكي لك هذا انت ايش رأي انت؟ قول ما سمعنا ما سمعنا. بعدين هو وجوزك من سنتين ما يحشون مع بعض مشان هيك رح يفضحوا. ولي على قامتك يا ليلى ولي على قامتك يا ليلى. يا ويلي يا ويلي يا ترى امتى ابو احمد رح يقول لك يا وائل؟ لك هاد ابو احمد جارنا. هلكني ايه بده يصالحني انا وهذا اللي جارنا اللي براس الحاره. عرفتي؟ عرفته. شو بكي؟ لازم تاخذ حبة الدواء. لا
لك العمى ضربه شو بتسدي له نفسه للواحد. قومي نبري جيبيها. رجعت حطي سرماية بتنبق ما بتتدخلي مفهوم؟ طب نعمل له شيء. خليني اقول لك على واق. شوفي جوزك عرف شيء. تفي من تمك مو قلتي له رجال ما سمع؟ ما سمع والله ما سمع. شككتيني بحالي. الهام الله يوفقك. قولي لجوزك. جوزي؟ ايه عم يحاول يصلح بين وائل وهذا الرجال اللي متخيل. يلا وينك يا حيواني؟ حاسه بجنين هلا بخلص لك اياها. روحي افتحي ورا. شلون ان شاء الله منيحه؟ انت ما بدك تبطل كبر هالملاك؟ بدك تعمل لي مصلح اجتماعي؟ بدك تصالح بين حسون ووائل؟ ايه شوفي يعني جريمه ولا جريمه يا زلمه؟ وائل ما بينقلب معه. بكره شو ما صار يحط الحق علينا. والله هي مرة ما عادش حقي. جبت الشواحن معك؟ يا مرة والله دوختي لي بالشواحن. خلاص كل يوم شواحن. لا تقول لي يا طول بالك انا شو الله يخليكي ولا لا تكون تفكر لي حالك صرت تاجر. هي شكوى الدكان. الله يسامحك الله يسامحك. مش راح ارد عليك. بدي اشرب متي وبعدين برجع. الله يسامحك الله يسامحك. طيبات البزار ليش جابيتي؟ طيب السلام عليكم. اعطينا كيلو سكر خير. استغفر الله العظيم. تفضل هاي سكر. يا حيف يا ابو احمد مو عيب عليك تدكني بالسجن شهرين انا هالزلمه الاختيار مشان تفتح المحل؟ وهالزلمه الاختيار مو عيب عليه يبيع بضاعه مسمومه ها؟ ما بحكي معك، عم بحكي مع جوزك ولا مالك كلمه يا ابو احمد؟ كم مره قلت لك بسيح الظلم انت ما بتحكي ولا كلمه ها؟ ولا كلمه. شوف عمي اللي عندنا قلناه والرزق الله. بعدين العدم مؤاخذه يعني من هو بده يشتري بعد منك بعد هالعمل السوداء اللي سويتها ها منو؟ الله يسامحكم. حسبي الله ونعم الوكيل. شوف قلبك رك. احمد الله انه انقضت على هيك. بدك شيء؟ الشواحن، لقيت اللي قلبي وما كنت تجيبه. دوختيني بالشواحن، والله خوفتيني، مالك مالك، ها؟ بكره بجيب لي عمي، ايه خاطرك. شو قال لك؟ حبيبتي، خلصتي رجفة؟ لا تخافي، ضبعت لك اياه، ما عاد يتدخل بيناتكم. ايه منيح. انت كيف بتحكي معه هيك الهام؟ هلا عليك يا ليلى. الرجال على هوا ما تعودينه تخافين منه يركب على نكرتك ويدندر رجليه تعبسيني بوجهه يهابك طول العمر وانت يا حصرتي من جماعة النقره.